إذن مشاهدينا الكرام، من الفنون الإسلامية إلى مراكز أطفال الشارقة، حيث نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نظمت بازار الأطفال بعنوان بازار أطفال المراكز ضمن برنامج كن مثلي وأفضل، والذي يقام هذا العام تحت شعار الخير منه وفينا، بمشاركة 50 طفلا وطفلة من أطفال المراكز. التقرير التالي يسلط الضوء على هذا البازار، نتابعه سويا. تحرص مراكز الأطفال التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة على تقديم الدعم وتوفير البيئة الملائمة للأطفال المنتسبين إليها. من هنا جاء تنظيم بازار أطفال المراكز صباح اليوم ضمن برنامج كن مثلي وأفضل الثالث تحت شعار الخير منه وفينا، والذي أقيم في مركز الطفل بحلوان بمشاركة 50 طفلا وطفلة من أطفال المراكز لعرض وبيع منتجاتهم وأعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة، ليعود ريعها إلى مؤسسة القلب الكبير. البازار طبعا يهدف إلى إكساب الأطفال مهارات التواصل وفن التسويق عن منتجاتهم، ويعرفهم بأساسيات البيع والشراء، ويحفزهم لسوق العمل يكونوا روادا في عالم الأعمال. بستفيد إني أتعلم كيف أبيع وكيف أتعامل مع الناس وشي، ويعني كيف أتعامل مع بضاعتي، كيف أستوي مثلا كتاجر، يمكن أستوي تاجرة في المستقبل بيع هالأشياء. يهدف البازار إلى زرع روح العمل والمثابرة في نفوس الأطفال وتنمية مهارات التجارة وفنون الإقناع في عمر مبكر. واشتمل البازار على 14 منصة للعرض تحتوي على تصاميم مبتكرة من أعمال الأطفال ونتاجاتهم التي قاموا بصنعها خلال الورش التي تقام في المراكز، والتي صنعتها أناملهم الغضة بكل حب وشغف. بعت طيارات ورقية، حسيت أن الجو زين وكيف أجذب الناس يعني أن يجون يشترون مني، فقلت خلني أبيع طيارات وحصلت هاي الفكرة. أنا أبيع فخار ومباخر وبعد إكسسوارات وحصالات وكذي يعني. كن مثلي وأفضل مساحة واسعة تجمع الأطفال المبدعين وتأخذ بيدهم لترسيخ القيم الحميدة لديهم كقيم الخير والعطاء وتعزيز حسن التعامل والمسؤولية المجتمعية لدى الصغار.